نستضيف هذا الحدث العالمي، بطولة كأس العالم لكرة اليد في يناير القادم، بالنسبة لي بيمثل ايه؟ هو بيمثل تحدي كبير، لان في ظروف صعبة في العالم كله، وما اعتقدش اي دولة في العالم كانت ممكن توافق انها تاخد البطولة. يعني عندك دول كبيرة جدا في اليد، المانيا والنرويج وايسلندا والسويد، عشان يتم اجراء بطولة في وجود الكورونا وكوفيد 19 وبانديميك، اعتقد ده تحدي كبير. الدولة في مصر هتخوض التجربة العنيفة ديت، وعشان كده الاستعدادات على هذا الحجم، على هذا المستوى. اللي هو ايه؟ احنا كطب، كلجنة طبية، مستعدين ازاي لهذا الحدث؟ 32 منتخب في جمهور، مجهزين نفسنا ازاي؟ بالترتيب كده اختيار اللجنة، يعني انت عارف حضرتك لما تبقى انت رئيس اللجنة الطبية العليا للبطولة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، مصر عمل بطولات كتير، انت تقدر في اي بطولة تجهز الملاعب وتجهز الدخول وتجهز الامن وتجهز الصلاة. الدولة واخدة على كده، او مصر واخدة على كده، واتحاد كرة اليد من اكفأ اتحادات كرة الكرة في الدولة يعني. لكن الظروف مختلفة، الظروف دلوقتي ان انت كل دول العالم عينيها على مصر وعينيها هتعمل ايه، لدرجة ان الوسائل الاعلام العالمية الخاصة بكرة اليد يوميا هتلاقي كلام عن مصر كل يوم. ولحد ما جت القرعة، القرعة دي اما اتعملت ادتنا متنفس، ان بفضل الله سبحانه وتعالى رجع كل اللي شاركوا في القرعة من الوفود الأجنبية، عملوا لهم بي سي آر مسحة الكورونا في بلادهم، وما فيش حد فيهم أصيب. فدي عملت على الهاندبول بلانت، المجلة الشهيرة، على موقع التحدي الدولي لكرة اليد. فما جينا نشكل اللجنة، اما كلفتنا برئيس اللجنة كنت محتار مش عارف اعمل ايه. ففي اتنين من الوزراء، السادة الوزراء يعني، ليهم يطلق عليه اثر شديد على الافكار في مصر بالذات في البطولة دي، السيدة الدكتورة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. ايه اللي عملوه معانا؟ سابوا لي حرية الاختيار، يعني لم يتدخلوا في حرية الاختيار، بل بالعكس ده وقفوا جامد. ازاي؟ انا جيت قلت مصر هتبقى المشكلة ايه في البطولة دي؟ هو الكوفيد. فكلمت وزارة الصحة لتشكيل اللجنة، وكلمت وزير الشباب والرياضة، فحطينا في اللجنة مين؟ قالت لي احنا نقف جنبك. قلت لها لا، تقف جنبي ايه؟ انا عايز الرجالة يبقوا معايا، ما يقفوش جنبي. فخدنا الدكتور علاء عيد رئيس الطب الوقائي بتاع وزارة الصحة بتاع مصر، خدنا الدكتور محمد جاد رئيس الإسعاف، الدكتور إبراهيم حسن رئيس الطوارئ، الدكتورة نانسي الجندي رئيسة المعامل، الدكتور مصطفى غنيمة رئيس الطب العلاجي، خدنا من وزارة الشباب والرياضة الدكتور خالد مسعود دكتور أحمد حمدي، خدنا من وادي النيل العناصر المؤثرة، لأن وادي النيل كمستشفى هي الراعي الرسمي للبطولة. ثم عملنا ما يطلق عليه المجلس الاستشاري، المجلس الاستشاري ده في مين؟ حسام المصري مستشار رئيس الوزراء، المستشار الطبي، خدنا الدكتور محمود العدل اللي هو رئيس اللجنة الطبية بتاعة اتحاد كرة اليد، خدنا الدكتور محمد حساني من وزارة الصحة اللي هي المجموعة، الدكتور حسن كمال ده رئيس اللجنة الطبية للجنة الأولمبية، عشان كل واحد من دول له تأثير مباشر في الخطة العلاجية. إن مشكلتنا إيه؟ الكورونا. كيف تحمي كل من سيدخل مصر ويلعب في هذه البطولة من الكورونا؟ فالمهمة مش مهمة عادية. أنت بتتكلم لأول مرة في تاريخ كأس العالم لكرة اليد.